السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في قناتكم سيمبلي فوديا. كملنا في الفيديو اللي فات إزاي نعمل كفر أول صفحة، نخش على طول على الصفحة التانية. الصفحة التانية يستحسن يبقى فيها اللي هي نسميها الـ abbreviations، أو أكبر الصفحة عشان أشوف هعملها بالإيه، أو الاختصارات. يعني إيه الاختصارات المستخدمة جوه خطة الهسب بتاعتي؟ نيجي كده نعمل أزرق. إيه خطة الهسب؟ آسف، إيه الاختصارات الموجودة في خطة الهسب بتاعتي؟ صغر كده الكلام. تمام، برضو هنعمل insert وهنعمل جدول. ده هيكون العنوان بتاع الجدول برضو زي ما اتفقنا كله، ونعمله كده بالعربي كنترول اس. هاجي بقى اكتب هنا، اصغر بس دي الاول كده، وهنكتب هنا كده رقم، وبعدين اكتب هنا الاختصار. وبعدين بعد شوية عشان برضه حضرتك تشوف احنا بنعمل ايه الاختصار. وبعدين هنكتب هنا بالانجليزي مثلا، بالانجليزي مش عارف كتبها صح ولا لا، يعني خليها بلاش كده، خليها انجلش تر، يعني اللفظ ده بالانجليزي. و هنكتب هنا شرح الاختصار. طيب لو دوسنا تاب هنلاقينا بننزل على طول اوتوماتيك للي بعديها. طيب رقم واحد الاختصار، هنقول اللي هو الهسب رقم واحد، اكبر دي شوية. ماشي، هنكتب هنا hazard analysis and critical control points. ماشي، وهنكتب هنا قاد هنا كده. ماشي، هكتبهم كلهم الأول بالإنجليزي، بعدين نكتبهم بالعربي. COA معناها Certificate of Analysis. رقم 3 CCP Critical Control Point إنجليزي. رقم 4 OPRP أو Operational Prerequisite Program. تمام، هنيجي هنا بقى في الجزء اللي هو بالعربي، هنكتب بقى هنا تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة. نيجي هنا يعني شهادة التحاليل critical control point اللي هي نقطة التحكم الحركة، والـ operational prerequisite program اللي هي برامج متطلبات أو برامج المتطلبات التشغيلية. طبعا كل الشرح بتاع الحاجات دي الحمد لله احنا عاملينها على القناة، ممكن حضرتك تشوف القناة كلها هتلاقي جميع الفيديوهات الخاصة بالشرح بتاعها. رقم 5 هنكتب اللي هي
الـ PP أو الـ Prerequisite Programs اللي هي برامج المتطلبات المسبقة. آسف، هي طبعا بالعربي شوية الموضوع، يعني اللي شغالين في الأغذية عامة مش بيبقى كله بالعربي على طول. احنا بنقول مثلا دي سي سي بي ولا دي او بي ار بي ولا دي بي بي، على طول بتلاقي الكلمة دارجة في لسانك يعني وكده. طبعا وعندنا مثلا الحاجات العادية زي مثلا ار ام، دي عبارة عن رو ماتيريال او خامات، ماشي، رقم 7 بي ام اللي هي باكجينج ماتيريال اللي هي مواد التعبئة والتغليف. ونيجي هنا نعملها كده مثلا بالأصفر، ويبقى كده تقريبا جميع الاختصارات اللي هنستخدمها. لو في طبعا اختصار تاني ليه في النص كده، لو في اختصار تاني احنا ان شاء الله هنكتبه برضو في الاختصارات، مفيش اي مشاكل. ان شاء الله بإذن الفيديو الجاي هنكمل مع حضراتكم الجزء الخاص بالهسب. احنا خلصنا الاختصارات معظمها، يعني هنخش على طول بقى على المبادئ الأولية والأساسية لخطة الهسب في الفيديو الجاي إن شاء الله. بالتوفيق للجميع.